كل واحد فينا يقدم اللي يقدر يقدمه، أي حاجة حسب قدرتي واللي أقدر أعمله، لكن المهم هي روح الخدمة والعطاء، هي دي أهم حاجة، لأن المسيح قال مغبوط هو العطاء أكتر من الأخذ. يعني كل ما أنا بدي ده أحسن ليا. الناس بتفكر العكس، كل ما أخد أحسن. المسيح يقول لا، ده اللي بيدي هو الأحلى، هو الأقوى، وهو ده اللي بياخد بركة زيادة مني. والمسيح نفسه عمل كده، بذل نفسه على الصليب من أجلنا. عشان كده التدريب بتاعنا الأسبوع ده هو اخدم قد ما تقدر. إذا كنت مرتبط بخدمة معينة في الكنيسة، ربنا يباركك واهتم بيها. وإذا كنت بتخدم ناس محتاجين لرعاية، يعني مدارس أحد مثلا أو أي خدمة لها رعاية، اهتم تفتقدهم وتسأل عليهم. واللي مش بيخدم في خدمة معينة يقول يا رب افتح لي باب الخدمة، هيلاقي في حد طلب منك أو سمعت عن حد محتاج. قدم محبة، دي نعمة كبيرة إنك تخدم عشان تشوف المسيح وتتمتع بيه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.